كثيرا منا سمع بالمثل العربي الشهير: من يسرق بيض اليوم يسرق جملا في الغد. والجميع أصبح يعرف قصة ظهور الحركة الصهيونية وقيامها باحتلال وسرقة أرض فلسطين وتهجير السكان الأصليين. لكن الغريب، بعد أحداث 7 أكتوبر وعلى نحو مقلوب، أصبحنا نشاهد أن من قام بتلك السرقة الكبرى وهي سرقة أرض فلسطين لن يتردد في أن يسرق ما هو أقل وأحقر من الأرض والتاريخ والثقافة والدين. العالم اليوم يشاهد سكان غزة وهم يوثقون منذ بداية الحرب سرقة ممتلكاتهم من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، بل بعض الصهاينة يوثقون بأنفسهم استيلاءهم على ممتلكات أهالي غزة للمتاجرة بها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم بعد العودة من غزة بحسب قولهم. وماذا ستقول إن علمت أن مستوطنين صهاينة ممن يتطوعون لإيصال المساعدات اللوجستية لجنود الاحتلال في مناطق مستوطنات غلاف غزة يمثلون اليوم أمام القضاء الإسرائيلي بتهمة سرقة سيارات تعود ملكيتها لمستوطنين آخرين تم إخلاؤهم من بعد 7 أكتوبر؟ والشرطة الصهيونية البائسة باتت في موقف حرج، فهي ترفض فتح تحقيق في سرقات تشمل حواسيب، معدات كهربائية، أسرة. إذن القصة ببساطة تقول أنهم يسرقون أنفسهم كذلك. نعم، يفعلون ذلك بدون أدنى تردد، ورغم إعلانهم بأنهم متحدون، متلاحمون، متأثرون، متآثرون خلال حربهم الإجرامية ضد غزة، إلا أن الواقع يؤكد الوصف القرآني الدقيق لهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لص يسرق لص، والتاريخ يعيد نفسه، فها هم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يسرقون أثاث ومقتنيات وملابس غرف النوم من بيوت الغزاويين، يفعلون الأمر نفسه مع منازل أبناء جلدتهم من الصهاينة المستوطنين الغاصبين. 75 عام من شرعنة الاستيلاء والهيمنة، حاولت إسرائيل بكل الوسائل ترسيخ فكرة السرقة في منظومتها القيمية وأنها ليست جريمة. ولكن السؤال الأهم: هل يسرق صاحب الأرض أرضه؟ هل ينهب مالك الدار داره؟ قطعا لا يعقل أن يحدث ذلك. إلى التفاصيل، لكن تفاصيل أخرى. القلب الممتلئ بالحب الراقي لا يتحمل أن يحمل الكبر ولا التعجرف ولا القسوة، فمن مقتضيات الحب ومن نتائجه ودواعيه أن يملك الإنسان حساً مرهفاً لا يقبل بالظلم، ولا يستطيع سوى أن يكون نصيراً للمستضعفين وسنداً لليتامى والأرامل وعوناً للمحاصرين والمضطهدين والمحرومين. والعجب كل العجب أن العالم الغربي بمنظومته الثقافية والقيمية ومؤسساته السياسية والاجتماعية يحتفل هذه الأيام بما يطلق عليه عيد الحب، بينما كبار ساسته وفلاسفته ومفكريه ومنظريه يقودون تيار الكراهية ويتقدمون مسيرة الشرور في العالم اليوم. وها هم يقودون حرب إبادة دموية في فلسطين لم يشهد تاريخ الحديث مثيلا لها، ويدعمون عمليات تطهير عرقي شاملة بحق سكان غزة المستباحين منذ قرابة ما يزيد عن 120 يوم. فكيف يولد هذا الموقف العدواني تجاه مدنيين أبرياء من رحم ثقافة ظلت تزايد على الأمم الأخرى بشعارات الحب والسلام؟ وكيف تتجلى هذه النزعة الإجرامية بحق أطفال ونساء وشيوخ من ثنايا حضارة إنسانية لم تسترح لحظة من تلقين شعوب العالم دروسا نظرية في قيم الديمقراطية والحرية والعدالة؟ إن من أعظم صور الحب وأنقاها وأرقاها هي تلك التي نشاهدها ونشهد عليها في غزة. حب أهل غزة لوطنهم، لمقدساتهم، لأمة الإسلام، بل لكل الإنسانية، هي التي تدفع بهم لتقديم أروع الصور في البطولة والتضحية والشجاعة، هي التي تعزز عندهم الصبر على ظروف قاسية، تربيهم على التسليم بقضاء الله وقدره وأمره. فهل يليق بنا نحن ونحن نرى من يدافع عنا وعن أمتنا ويعاني ظروف إنسانية قاهرة في غزة
أن نحتفي مع القتلة بعيد الحب وهم يشنون على غزة حرب الإبادة؟ الأنظمة الغربية عملت على تسليع مفهوم إنساني عظيم كالحب، حولته لموسم للتربح المادي والكسب التجاري ومناسبة لإفساد العواطف البشرية وتسطيح العلاقات الإنسانية. الهزيمة الثقافية والشعور بالدنيا والنقص قادت كثير من العرب والمسلمين إلى التقليد الأعمى للغرب، نقل قيمه تقليعاته الشاذة كالاحتفال بما يسمى بعيد الحب أو الفالنتاين، وهو عيد يدعي تمجيد الحب لأطماع مادية تمتهن الكرامة الإنسانية. المسلمين في هذا العصر يخوضون، أو بالأحرى تخاض عليهم، معارك فكرية إعلامية تستهدف عقائدهم، قيمهم، دورهم في الحياة. تريد لهم أن ينسلخوا عن هويتهم لكي لا تقوم لهم قائمة، وليبقوا في مرحلة التخلف، شعوباً مستهلكة غير مصنعة، أمة أضعف من أن تعتمد على ذاتها، على مقدراتها، وأعجز من أن تستغني عن الآخرين ولو كانوا هم من يقتلونها وينكلون ويسعون في استئصال وجودها. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فإننا أشد ما نكون حاجة للتمسك بقيمنا والتميز بهويتنا وأخلاقيات ديننا، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي من حاضر أمتنا، في معركة الهوية والعقيدة، في معركة البقاء أو الفناء التي يقودها أبطال المقاومة في غزة وأهل غزة الصابرين المحتسبين. حتى لو طال بأهل غزة المسير، فأمنيات المؤمنين بالنصر ستظل تكبر، وآمالهم بالعودة ستظل تزهر. سيتحقق الوعد، ما بقي الأمل، والأمل سيبقى ما بقي فينا مجاهدون أشداء على أعدائهم رحماء بينهم. المجاهد الحقيقي سهم لا يخطئ هدفه، ودعوة لا تخطئ طريقها إلى السماء. في صدره تضطرب دعوات أمة تنتحب، وفي حلقه تزدحم تكبيرات فرحة ترتقب. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. في أي أرض يضع المجاهد قدميه تنبت زيتونة، وحيث يقف تنتصب مئذنة. لهذا فإن كل ما في الوجود يؤمن بأن الأحرار لن يتخلوا عن حلمهم بالعودة إلى وطنهم، لن يتنازلوا عن إنزال العقاب بعدوهم، ستظل نفوسهم الأبية مرابطة على ثغرها، سينتظرون تحقق وعد الله، وسيعملون من أجل أن يغدوا ويروحوا مع أحفادهم الصغار للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وحينها سيقصون لهم سير الأبطال وذكريات الفتح والنصر المبين. رحم الله الشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمعتقلين. كنا معكم في موسم تفاصيل، نختتمه معكم أيضا في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في موسم قادم. تقبلوا خالص التحايا مني أنا ومن الزملاء خلف الكاميرا، من معدين ومخرج ومصورين ومراسلين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.